القانون بلغت لهذه الشركة بأنها عندها واحد الاختلالات باينين واضحين. الزيادة اللي كانت راكم شفتوا شنو درنا فيها وزالت داك الزيادة لأن كانت من طرف واحد وما قبلناهاش. ملي جينا لقينا بأن عندنا 122 طوبيس اللي كان خصو في 2018 يمشي بحالو ديال الوكالة الحضرية قدام 122 حافلة ما خصهاش تبقى تدور في فاس مازال خدامة. والقانون ودفتر التحملات اللي فيه البنود ديالو اللي تتأكد شنو غندير تيقول لي ملي تيكون الأسطول ناقص خصني ندخل وخصني ندخل ونوقف النزيف. وبارك على فاس من هذا الشيء باسمكم تنرجع لكم. انا غير سلطة تنفيذية ديال المجلس لان درت اجتماعات المكتب والمقاطعة داروا الاجتماعات والاغلبية تتأكد على هذا الشيء هذا والمجلس كذلك. وانا قدامكم تنعلن بانه هذه الشركة اللي خصها توجد لنا 194 طوبيس جديد واي تأخير على هذا اليوم ديال هذا الطوبيس عندها غرامة. ملي تنحسبوا 100 درهم في عدد الحافلات ديال هي 194 وتنضربوها في 1.5 تلقاو 10 الملايين يوميا الغرامة. وبهذه القوة القانون اللي عند المجلس لان حنا اللي مفوضين لهم تبلغوا من عند المفوض القضائي بانه تنخبرهم بهذا الشيء هذا نهار 5 في الشهر.